البداية محليا، حيث أعلن نجما كرة السلة الأردنية زيد عباس وأسامة دوغلاس الاعتزال على الصعيد الدولي، وذلك في بيان أصدره اللاعبان المحترفان حاليا في الدوري الصيني. وأوضح اللاعبان العديد من النقاط التي تم تداولها في الفترة الماضية حول طلب اتحاد اللعبة الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني خلال تصفيات غرب آسيا المقرر إقامتها في إيران في 7 من الشهر المقبل. وبحسب البيان، فإن اللاعب أسامة دوغلاس قد أعلن الاعتزال عن الصعيد الدولي بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في الملحق التكميلي المؤهل للأولمبياد في لندن، وكان ذلك الإعلان أمام رئيس الاتحاد هلال بركات. وذكر البيان أيضا أن اللاعب زيد عباس قرر الاعتزال، وذلك بعد التشاور مع 2 من أكبر الأطباء بعد تعرضه للإصابة، حيث أن الاستمرار باللعب بدون راحة يعتبر بمثابة مجازفة بحياته المهنية. باشر المنتخب الوطني يوم أمس تدريباته التي تأتي في نطاق التحضيرات لمواجهة سنغافورة في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة لنهاية آسيا والمقررة في 6 من الشهر المقبل في عمان. وأجرى المنتخب التدريب الأول بحضور 17 لاعبا من أصل 24، وهم أعضاء التشكيلة التي أعلنها المدير الفني عدنان حمد لخوض الاستحقاق القادم للمنتخب، والذي يتخلله أيضا مباراة ودية للمنتخب الوطني مع نظيره الأندونيسي. عن تراجع مستوى النتائج خلال الفترة الماضية، لافت حمد إلى أن الخسارة أمام العراق وعمان لم تكن مستحقة، لكنه أشار إلى أن المنتخب عانى من هبوط نسبي في المستوى أيضا. احتل فريق الفيصلي المركز 17 على لائحة تصنيف أفضل 300 نادي آسيوي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2001 حتى العام الماضي، وذلك وفق التصنيف الذي صدر أمس عن الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم. وواصل الفيصلي التواجد في القائمة إلى جانب الوحدات الذي احتل المركز 20 في القائمة، ويستند الاتحاد الدولي في تصنيفه للأندية على نتائج الفرق في المسابقات المحلية الدوري والكأس، بالإضافة إلى المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وكذلك مشاركة بعض الأندية الآسيوية في بطولة العالم للأندية. وضمت القائمة أيضا فرق شباب الأردن والبقعة والرمثة والجزيرة والعربي. بدأت اليوم عملية التسجيل للتصفية الأولى للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، وبعدها أقيمت مباشرة التصفية وفق خروج المغلوب من مرة واحدة. وكان اتحاد التايكواندو قد أصدر التعليمات الفنية للتصفية التي ستقام اعتبارا من بعد غد حتى 2 من الشهر المقبل في صالة الأمير راشد لألعاب الدفاع عن النفس، وسيتم اختيار اللاعبين الفائزين لتمثيل الأردن في بطولة كأس العرب التي ستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال شهر شباط فبراير المقبل. وإلى الأخبار العالمية، وللموسم الثالث على التوالي يصطدم قطبا كرة القدم الإسبانية ببعضهما البعض في مسابقة كأس ملك إسبانيا، عندما يستضيف ريال مدريد المنافس التقليدي برشلونة يوم غد في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة. وتستحوذ المواجهة بين الفريقين على اهتمام بالغ، كما تتسم بإثارة طاغية، رغم أنها المباراة 15 بين الفريقين منذ أن تولى البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للريال. واستعد الفريقان بشكل رائع لمباراة الغد من خلال انتصار مدون لكل منهما على ملعبه في مسابقات الدوري الإسباني، حيث اكتسح برشلونة فريق أوساسونا ب5 أهداف لهدف، 4 من نصيب نجمه الأول ميسي. كذلك سحق الريال فريق ختافي ب4 أهداف نظيفة، 3 من نصيب نجمه الأول أيضا رونالدو. ورغم هذه النتائج، إلا أن الريال يعاني في هذا اللقاء نتيجة غياب 5 من عناصره الأساسية عن الفريق، فيما يبدو برشلونة أقل ضرر من غريمه لغياب المدير الفني فيلانوفا الذي يواصل العلاج من المرض. ونبقى في الأجواء الكتالونية، حيث أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم أمس عن تجديد عقد نجمه تشافي هرنانديز رسميا حتى عام 2016. ويلعب تشافي الدور الأبرز في خط وسط الفريق الكتالوني، وأحرز تشافي خلال مسيرته حتى الآن ألقاب بطولات تفوق أي لاعب إسباني آخر، حيث قاد برشلونة للفوز ب6 ألقاب في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، كما قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقب
لقبي كأس الأمم الأوروبية وبلقب كأس العالم. وقال تشافي أنه يعرف جيدا أن هناك عدد من اللاعبين الذين بمقدرتهم اللعب، لكن النادي يريده وهو شاكر لهم هذا الاختيار. وكان برشلونة قد أعلن الشهر الماضي عن عزمه التمديد للاعب تشافي. أكد جيروم فالكا السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم أن شهر نيسان المقبل هو الموعد النهائي لتسليم الملاعب في المدن البرازيلية الست التي تستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للقارات في البرازيل. وبعد زيارته للملعب الوطني في برازيليا وتفقده للأعمال الجارية فيه، أشار فالكا إلى أن الشركة المسؤولة عن أعمال الإنشاءات في الملاعب الستة التي تستضيف فعاليات كأس القارات حددت في الماضي شهر كانون الأول الماضي موعدا لانتهاء العمل في هذه الملاعب، والآن ليست هناك أي فرصة لتأخر جديد. هذا ويعتبر هذا الموعد النهائي والأخير من قبل الفيفا للاتحاد البرازيلي لإنهاء استعداداته لاستضافة كأس العالم للقارات. ومع عالم الكرة الصفراء، حيث احتفظت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بصدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبات المحترفات لكرة المضرب، وذلك بعد احتفاظها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الصينية لينا. وكانت أزارنكا مهددة بالتخلي عن الصدارة لمصلحة الأمريكية سيرينا ويليامز في حال الإخفاق بالتتويج بلقب بطولة أستراليا، لكنها نجحت في الرهان وحافظت على تربعها على ريادة المضرب النسائي. وأيضا تراجعت سيرينا ويليامز إلى المركز الثاني الذي احتلته أيضا على حساب الروسية ماريا شاربوفا. على صعيد الرجال، انتزع الإسباني ديفيد فيرر المركز الرابع من مواطني رافائيل نادال في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين بعد بلوغه نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. واستغل فيرر غياب نادال عن الملاعب بسبب الإصابة ليرتقي للمركز الرابع بعد إنجاز بلوغ دور الأربعة، حيث خسر أمام بطل البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش والذي احتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، عندما تغلب على البريطاني أندي مورا والذي احتفظ بالمركز الثالث على سلم الترتيب خلف السويسري روجر فيدرر.